السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيه، كي دوزتوا نهاركم؟ كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله كلكم. جبت لكم واحد الوصفه يا البنات، اش غنقول لكم؟ واعره 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 واعره، خطيره للشعر، وصفه تبارك الله. اش غنقول لكم؟ ما شاء الله كيفاش كترد الشعر، كتطول الشعر، كدير ليه اللمعان، واللي عنده الريوس ديال الشعر راه غزاله غزاله بزاف بزاف بزاف. جوج مكونات فقط والشعر ديالنا غادي يتبدل في اسبوع واحد. هانتوما يا البنات، ما كدير الريحه، ما كتخسر الشعر، ما حتى حاجه، ما خسرتو والو الا جربتو على حسابي. والله العظيم يا البنات تيتبدل الشعر ديالكم ويولي كيحمق. هانتوما المكونات، عندنا زيت العود، وعندنا ها السر فين كاين، الفلفله يا البنات. اش غادي نقول لكم؟ خطيره، غادي تقطعوها بالزريعه ديالها، ما تحيدوليهاش الزريعه ديالها، غتخليوها بالزريعه ديالها. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي ديروها، والله العظيم تتشكروني عليها، كتعجبكم بزاف بزاف بزاف. المهم يا البنات، انا غادي نبدا لكم في الوصفه، وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله، وكنتمنى انكم تجربوها. جربوها. هانتوما غادي نشدو قرعه خاويه، هانتوما يا البنات غادي نشدوها، نقطعوها، نديروها في قريعه بهاد الطريقه هذه كيما كندير ليها انايا، كيما قلت لكم بالزريعه ديالها، ما تحيدوش ليها الزريعه، ما تحيدوش الزريعه. هانتوما يا البنات الزريعه حتى هي مزيانه، ما خصناش نحيدوها. هانتوما يا البنات حنا تنقطعوا هذه هكايا، طريقة عادية، ماشي زعما كاين هذا شي تقطاع خاص، ولا تنشدوه تنبركو بحال هكايا. من بعد كنجيبو زيت العود، الزيت البلدية متوفر عندنا جميعا. هانتوما كنسدو عليها، من بعد ما سدينا عليها غادي نخليوها، ما غنبداوهاش حتى تدوز واحد الاسبوع في الظلام، حطوها في شي بلاصه مظلمه، عاد غادي تبداو هاد الوصفه هادي. غادي تولي هاد الزيت هادي غتولي خضراء، ديروها في شي بخاخ، اولا خليوها غير هكا نيت، وتبقاو ديروها لشعركم. والله العظيم يا البنات زعما واخا ما كنعرفكم شو هذا، الى هاد الوصفه الى خطيره جدا، زوينه للشعر بزاف، كطول الشعر، زوينه حتى للرجال. والله العظيم هادو اللي تيديروا بزاف جيل الشعر ديالهم، تيبهات ليهم، تيتقصف، تيولي خايب، حتى الرجال يديروها ماشي مشكل، حتى الرجال يديروها لشعرهم، تيولي تيلمع، تيعطي واحد اللمعه زوينه في الشعر. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه هذه ديال الفلفله والزيت البلديه، تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على المشاركات ديالكم، وكنتمنى انكم ديروها، وكنتمنى البنات تعجبكم هاد الوصفه هذه، وديروا لي الاشتراك وجيم وتابوناو عندي، وعطيوها بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، راه غادي تعجبكم بزاف. ومن هاد المنبر غادي نودع، وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، هذه الوصفه هذه كنهديها للبنات كاملين، وكنتمنى انهم يديروها، وان شاء الله كنبلغ واحد السلام ديالي حار بزاف بزاف للاخت حنان، صديقه الوفيه ديالي، الله يخليها ليا، كاينه في فرنسا، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي تجي عندنا المغرب، وتجي عند الوالده ديالها تشوفها، وكنتمنى كلكم تدعوا معها ان تجي ان شاء الله في اقرب الوقت يا ربي. المهم كنبلغ ليها السلام، وكنقول لها واحد الوصفه زوينه ديرها شعرك.
هيا حنان هيا، يلا تهلاو فريوسكم بزاف بزاف بزاف، وكنشكركم وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم وخفيف عليكم، وبسلامة عليكم. ان شاء الله تنتلقاو في شي فيديو اخر وفي شي وصفه اخرى زوينه، ولا في شي خرجه، ولا في الخدمه، ولا مهم ان شاء الله يكون خير. يلا تهلاو فريوسكم وبسلامة عليكم، الى الملتقى. كنبغيكم بزاف كاملين، شكرا بزاف عليكم.